من الإطارات الذين لهم مستوى لا بأس به. وهذا كذلك من نتائج إخفاقات وفشل نظام المخابرات. نظام المخابرات لأنه هو الذي أسس لنمط من التسيير لا يفتح الباب للكفاءات. ولدي أمثلة كثيرة وطويلة جدا في أمور مصيريتهم أشياء مصيرية في الجزائر، في مثلا في بعض المعاهد المتطورة كان كثير من الطاقات الجزائرية ما قدروش يبقوا في تلك البيئة لأنهم تدخل مخابراتي مباشر، يعني نتكلم مش في الجهاز فقط، بعض المخابر كان فيه ضابط تاع المخابرات هو الذي يسير. علاش؟ من ذلك الإحساس، وحتى إذا حسن بهم الظن أنهم لا بد يراقبوا كل شيء ويعسوا كل شيء ولا كذا كذا، لأن هؤلاء دائما تقنقراطيين وليس لهم وزن ولا نثق فيهم، وهذا على كل حال نجيبوهم ونحوهم كما نشاء، نحن المخابرات لأن نحن الذين لدينا اليد العليا على سير أمور البلاد ولا غيرنا يمكنه أن يتصرف. نقطة أخرى أثيرت خلال النقاش وهي مكر القوى الإجنبية، وهو الكلام اللي نسميه أنا العاطفي. وش يقولوا هؤلاء؟ والبعض منهم أكيد أنه ممكن حتى يصدق نفسه مع الوقت، يا إخوة ولازم تنتبهوا وإحنا لازم نحرص على مصالح الجزائر وفيه قوى أجنبية. وخلال الكلام مثلا سمعت مثلا أن أزمة التسعينات هي أزمة مكيدة دبرتها دولة إسرائيل ضد الجزائر، الله أعلم بذلك أنا لست أدري، لكن الشيء اللي أعرفه أن هي من مخلفات نظام حكم عندنا في الجزائر، ومن السهل أن نلصق كل شيء بالخارج وإسرائيل والإمبريالية قبل وقت، كي كانت الإمبريالية عدوة، اليوم راه هي اللي تتحكم في بلادنا الآن، اليوم ماهيش عدوة، مانيش عارف كيف تحول ذلك، لكن هذا الكلام العاطفي لابد ننساه ونتوحدوا وخليوا الجزائر فوق كل شيء، نعم الجزائر فوق كل شيء. الجزائر فوق كل شيء، طبعا في سلم حتى الأمور يعني الدولة الجزائرية، نعم. فيه من يرى إذا كان هو مسلم أن دينه وهو لا حق في ذلك هو أول كل شيء، لكن لا فيه تعارض، معليش نقر الجزائر فوق كل شيء، لكن يا سادة هل الجزائر معناها أنتم؟ هل الجزائر معناها هو النمط الذي وضعته للجزائر؟ هذا النمط خلاص فشل، هذا النمط فشل ولم يبق له سبيل، بل هو الآن كما قلت وأكرر هو الذي أصبح خطرا على الجزائر. وعندما أقول النمط نعاود نأكد أن القضية ليست قضية أشخاص ولا قضية كما يراها البعض أننا المخابرات صعبة وتخترق، المشكلة ليس قضية اختراق، حتى هذا مشكلة اختراق تجاوزناها اليوم، يا ليت بقيت مشكلة المخابرات في الاختراق، مشكلة مخابرات جهاز هذا المنظومة التي تسير الجزائر هي أنها أصبحت خطرا على الجزائر. وأعيد وأكرر أن هذا ليس طعنا في كل الأشخاص في هذه الأجهزة، مش معناها أي إنسان راه في جهاز المخابرات ولا ضابط ولا ما أدري أنه إنسان لا يصلح، لا العكس، أنا متأكد أن فيه أعداد هائلة من الناس النزهاء ومن الناس الذين يحبون وطنهم، ولكن أن دخلوا في نظام يسير بهذا الطريقة، وأنا متأكد أنه في داخلهم من ينتقد هذا النظام وليس بقابل به، ويسأل عن حل ويسأل عن حل وينتظر من الساسة والسياسيين في المعارضة ولا حتى في السلطة من يكون في تلك الهمة وذلك المستوى لتغيير الوضع. وهذا الذي نؤكد عليه في حركة رشاد، إذا نقدنا هو ليس نقد سلبي حتى نقول هذوك والسبب فيهم انتهى وكذا وكانوا بعجوبة نحي هذا وخلاص وتتسقم الجزائر، لا 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 لا، هؤلاء هذا النمط هو المسؤول حتى نشخص الأشياء، لكن عملية التغيير لابد أن تأتي من طبقة سياسية واعية. وممكن في، وهذا ليس معنى إقصاء كل الناس اللي راهم في هذه الأجهزة وغيرها ولا أجهزة الدولة، بل العكس، أنا متيقن أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الذين هم في أجهزة الدولة الجزائرية اليوم سيكون، بل ينبغي أن يكون لهم دور، لأن المشكلة أن يكلم بعضنا البعض لكن ليس بمفهوم هيا معليش ننساو ونخلو نخدم الجزائر ويبقى النظام على شيء، لا، هيا نخدم الجزائر لكن بنمط آخر يعالج هذه
العثرات وهذه العورات في وسائل التسيير وفي هذه الذهنية التسلطية لأناس لا يرون أنفسهم إلا في ممارسة الوصاية المطلقة التي لا يمكن أن يسأل عنها عن الجزائر. هذه هي المصيبة التي لابد أن تعالج، وكان هذا هو محور الحديث. لست أدري إلى أي حد اقتنع مراسلي بذلك الكلام، ولكن ولا شك أن الكثير الآن لا يمكن أن يعني يتبجح مرة أخرى يقول حركة رشاد فقط للنقد ولعدم طرح الإشكالات بموضوعية. لا، نحن طرحناها بكل موضوعية وشخصنا الداء أين هو، وعدم معالجة هذا المشكلة بالذات هي عين الخطأ وهي عين الانحراف عما ينبغي أن تسير عليه الأمور، وهي التي أدت بالجزائر الكثير من الأمراض. فمثلا أصبح الجزائر كما ذكرت قبل وضع السياسيين، ترى الجزائري يحتقر نفسه، فقد الأمل. فمثلا اليوم في الجزائر الناس كلها يائسة من النظام، ويقولوا يعني ما تنتقدوناش هذا النظام، احنا نعرفوه وفاهمين وضعه، لكن وش نعمله. فلذلك أن هذا الكلام الذي سقناه أردنا كذلك أن يكون لهؤلاء الجزائريين كلهم، ويدخل في كتتمة لما قلته من قبل أن المشاركة تاع المواطنين هي ضرورية، وكل حسب قدرته وطاقته. ورشاد ستدخل هذا المعترك وتدخل هذا المجال السياسي، ومرة أخرى هذا المسار هو للذهاب إلى لب مشكلة الحكم في الجزائر لا غير، ولكن دون تهميش أي جزائري كان إلا من همش نفسه بالجريمة وبالاعتداء على مقدسات الجزائر، وليس لنا الحكم عليه نحن في حركة رشاد، إنما هذا لابد أن يكون واضحا بدون مساومة وبدون نقاش، أن يكون واضحا. وهؤلاء الأمور معروفة في الجزائر، وهذا الذي ندعوكم إليه إن شاء الله. وسنواصل هذا النوع من الحديث بدون الخوض في ما قد يراه البعض أو فهمه البعض من تعصب حركة رشاد في وصفها للمخابرات بهذا الشكل، وإنما نحن نتكلم عن جهاز، ونرى من الضروري أن يعي كل المواطنين معنى نقدنا لهذا الجهاز وفي هي المجالات، وكيف يمكن أن ننطلق إلى مرحلة أخرى إن شاء الله لمصلحة بلادنا وأمتنا وعزتنا إن شاء الله. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.